زيارة إلى مستشفى السلام وزيارة إلى الاستشارية في هذا المستشفى. هذه الاستشارية تم تنفيذ العمل أمانة من قبل المحافظة إضافة إلى مستشفى الحروق، وقامت الإدارة السابقة باستلام إشغال هذه الاستشارية دون الاستلام الرسمي، ولكن تبين حاليا بأن هناك مشاكل كبيرة في هذا المستشفى ونقص كبير في تشغيل أجهزة التبريد، وهذه الأجهزة ضرورية جدا لكي يتمكن الأطباء والمواطنين من مراجعة هذه الاستشاريات، وكذلك هناك خطر كبير على الأجهزة الطبية الموجودة في حالة عدم ضبط هذه أجهزة التبريد. وقمت على الفور بالاتصال بالسيد محافظ نينوى وأبلغته بما يحصل في هذه الاستشارية، لأنه كدائرة صحة نينوى ليس من حقنا أن نقوم بتصليح هذه الأجهزة، لأن هناك أمور وقوانين لا تسمح لنا بصرف هذه المبالغ، ولم نقم باستلام هذه الاستشارية رسميا لحد الآن. إضافة إلى مستشفى الحروق أيضا هناك تلكؤ كبير من قبل المقاول في تنفيذ الأعمال، لذلك ندعو من السيد محافظ نينوى ومن الحكومة المحلية بالضغط على المقاول لكي يقوم بإكمال وتصليح هذه الأجهزة التبريد، وإلا سنضطر كدائرة صحة نينوى بغلق هذه الاستشاريات، ونحن بأمس الحاجة إلى هذه الاستشاريات. حاليا قمت أيضا بالاتصال بالسيد حسن علاف وأوعدنا بإيجاد حلول لهذه المشكلة، ولكن نحن بأمس الحاجة إلى تشغيل هذه الاستشارية، بأمس الحاجة إلى تشغيل هذه الأجهزة لكي تقوم كوادرنا الطبية بتقديم الخدمات إلى المواطنين. مرة أخرى أدعو السيد المحافظ إلى التدخل والإجراء الفوري لتصليح هذه الأجهزة لكي نقدم خدمة للمواطنين، وخصوصا نحن في هذا الجو الحار ومقبلين على الصيف. هناك مشاكل كبيرة في هذه الاستشارية، نتمنى مرة أخرى من الجهات المعنية بالضغط على المقاول لكي يكون ينفذ الأعمال هذه المشروع، إضافة إلى مشروع مستشفى الحروق الذي من المفروض أن يتم تسليمه في عام 2019 في الشهر الرابع، ولكن لحد الآن لم يتم تنفيذ هذا العمل. مرة أخرى أقدم شكري وتقديري إلى الكوادر الهندسية التي تحاول حاليا لمحاولة تشغيل هذه الأجهزة التبريد، ولكن هذه الأجهزة بحاجة إلى مبالغ كبيرة جدا. دائرة الصحة 2 وليس غير معنية بهذا الأمر، الأمر متروك بين المقاول والمحافظة، ومن الله التوفيق. بعد ورود شكاوى كثيرة من قبل الكوادرنا الطبية والمواطنين الكرام بخصوص الحرارة العالية في استشاريات مستشفى السلام التعليمي لعدم عمل أجهزة التبريد بالكفاءة المطلوبة، قمت بالاتصال بالسيد مدير عام دائرة الصحة نينوى للقيام بجولة تفقدية شخصية في الاستشارات، وقد قام مشكورا بتنفيذ الأمر على بتنفيذ طلبنا على الفور، وقام بإجراء زيارة تفقدية ورأى بأم عينه الوضعية في الاستشارية والحرارة العالية جدا، ورغم ذلك كوادرنا مستمرة بالعمل. قام سيادته باستدعاء المقاول المشرف على العمل والكوادر الهندسية وتم النقاش معهم، وقام سيادته بالاتصال بالسيد المحافظ والنائب حسن العلاف المحترمين، ووعدوه بإنجاز العمل بأسرع ممكن وقت ممكن. أقدم شكري وتقديري للسيد مدير عام دائرة الصحة نينوى لتنفيذ رجائنا بالحضور فورا، وشكري وتقديري لكل الكوادر الطبية لتحملها هذا الحر الشديد رغم صعوبة الوقت الحالي بكون وجود جائحة كورونا، وكذلك كونهم صائمين جميعا. وكذلك أقدم شكري الكبير للكوادر الهندسية التي قامت
وتقوم ولا زالت مستمرة ليلا ونهارا بالعمل على تصليح الأجهزة في الاستشارية سواء كانت طبية أو أجهزة التبريد، علما أنه هذا الأمر ليس واجبا كونا الاستشاريات لم تسلم لحد الآن بشكل رسمي من قبل المقاول إلى مستشفى السلام التعليمي، وإنما تم إشغالها فقط. لذا نرجو ومن خلال قناتكم الكريمة طلب من سيد المحافظ المحترم وجميع النواب الكرام بالإسراء في توفير الجو الملائم لديمومة العمل في الاستشاريات خدمة المواطنين الكرام وتثمينا للجهود الجبارة التي يبذلوها كافة كوادرنا الإدارية والهندسية والخدمية والطبية.